قدم عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور الديمقراطي كريس كونز والجمهوري ماركو روبيو مشروع قرار يدين أنشطة المواطن الروسي يفغيني بريغوجين ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية المرتبطة به لأنها تشكل تهديداً للمصالح الوطنية والأمن القومي للولايات المتحدة. وفي حيثيات مشروع القرار أن يفغيني بريغوجين المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينفذ عبر مجموعة فاغنر العسكرية التي يديرها وبالنيابة عن الحكومة الروسية عمليات عسكرية في أوكرانيا وسوريا وليبيا وغيرها، وكذلك ضد القوات الأمريكية في مدينة دير الزور السورية. ويضيف مشروع القرار أن مجموعة فاغنر تدعم خليفة حفتر ومجموعته المسمى الجيش الوطني الليبي من خلال مده بمرتزقة ومدافع ودبابات وطائرات بدون طيار وذخيرة في مخالفة صريحة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، حيث حضر بريغوجين شخصيا اجتماع حفتر مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في موسكو عام 2018. ويشير مشروع القرار إلى أن تقرير الأمم المتحدة الذي نشر في مايو الماضي وخلص إلى أن مجموعة فاغنر قامت بتشغيل حوالي 1200 مقاول عسكري في ليبيا بما في ذلك قناصين وفرق عسكرية متخصصة تعمل كمضاعف فعال للقوة لجيش حفتر. كما يلفت إلى أن وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين قد أدرجتا يفغيني بريغوجين وشركاته بما فيها مجموعة فاغنر على لائحة العقوبات الأمريكية وصنفتهم كأدوات للسياسة الخارجية الروسية. ويخلص مشروع القرار إلى التعبير عن شعور مجلس الشيوخ الأمريكي بخطر يفغيني بريغوجين والكيانات التابعة له، ويدعو الرئيس ترامب إلى العمل مع الكونغرس على تطوير وتنفيذ استراتيجية تعتمد على الأدوات المتعددة للقوة الوطنية المتاحة للرئيس الأمريكي للتصدي لهذه الأنشطة الروسية الخبيثة ضد مصالح الأمن القومي الأمريكي.